وحاجات كتير قوي في وسط البلد، وفي النزهه كمان بارخص الاسعار زي ما بالظبط. وكل واحد يقدر يعمل لوكيشن اللي هو عايزه للولاد ويتبسط، مش شرط ان هي راس سنه او كريسماس، كل واحد حسب احتفاله، ولكن هو مناسبه حلوه ان انت تدي نفسك طاقه ان احنا بنبتدي ننبسط ونفرح. صح صح بالزبط. طيب دلوقتي بقى قولي لي ايه الجديد؟ يعني الشجره دي بتاعتي دي التراديشنال، دي الاعتياديه من ندى لاشين ليا كل سنه، شجره وعليها كل صوري وصور بس عائلتي. المره دي احنا جبنا الكروت الخشب، يعني هي كانت الجديد بقى فيها ان احنا عملنا كروت خشب. تصدقي فعلا دي الفكره اللي طلعنا بيها جديد، ان احنا نحاول نعلي شويه على فكره الصور، لان هي فكره الصور ما بتنتهيش، هي بتبقى حاجه بيرسونال جدا للشخص واسمه او الصور بتاعته او الناس اللي بيحبهم. صح، هم دول اكتر حاجه يعني بتبقى بتفرحه، فاحنا ما بنقدرش يعني نتغاضى عن الفكره، بنضطر ان احنا نمسك في الفكره بس نطورها. وعندنا الكوتيشن الجميله دي، الله الكوشنز فظيعه وعامله لها رجلين، دي فظيعه جدا عايزه اقول لك. وكمان بابا نويل وسنو مان حلوين جدا للكنبه، ممكن والست الهاديه خالص ما تحبش اي دوشه في البيت ممكن تجيبهم كده تحطهم بس على الكنبه. انت عارفه بقى الجو. في فكره لطيفه جدا دلوقتي لقيت صاحباتي وفي بعض الستات بيعملوها، ان الكوشنز دي الكفر بتاع الكوشن عندها الكفر بتاع الكريسماس والنيو يير، وعندها الكفر بتاع رمضان، ايوه عندها الكفر بتاع الفالنتاين. دي بقى الستات الشاطره. قولي لي بقى ازاي ممكن نعمل ده؟ ده اوريدي اصلا موجود، يعني فعلا في الاماكن الكبيره في الحاجات دي موجوده، بتتلبس، هي الشنط بتتلبس على المقاسات الاسطنبات الاساسيه بتاعتنا. يعني كنت حضرتك بتسالي في نوعين من الستات، النوع بتاع الفساتين السهره ونوع بتاع الحفلات ونوع بتاع البيجامه. انا بعمل الحفلات وبنقي معاهم في الفساتين وبقعد في البيت بالبيجامه برضه. الله انت ما بتخرج يعني ما لا ببقى تعبت خلاص ما عنديش طاقه. السيزون بيبقى قضى عليكي. عايزه السحلب والبيجامه وشوكليت وخلاص، وبسم الله الرحمن الرحيم يا رب خير. انا ملاحظه كمان انك انت مستعمله ماتيريال يعني ممكن تتباع عند بتوع القماشه عادي، البايات ده اصل احنا مش هنخترع فوق الناس، يعني اوريدي طول الوقت انا مؤمنه جدا بصناعه بلدي. ومؤمنة جدا ببصمة كل واحد مصري بيشتغل على حاجة، يعني اللي بيشتغل على الخشب في راس السنة بيقدر يطلع ماتيريال حلو، اللي بيشتغل بالفوم بيقدر يطلع ماتيريال حلو، اللي بيشتغل بالقماش بيقدر يطلع ماتيريال حلوة. فانت بتجمعي كذا فكرة وانت بتنظمي وبتطلعي الدنيا. مش لازم يعني ابقى هيرو في كل حاجة، ممكن نظرتي في المكان. لا ومش لازم انك انت تجيبي اغلى الحاجات اللي موجودة. صح، يعني ممكن ابسط. صح، الحاجات الا لو بقى يعني بالاوردر او لمكان معين طالب. يعني انا عندي الكافيهات بتطلب طبعا السيشنز بتاعتها بشكل معين بطريقه معينه، ده بيتنفذ من اول وجديد ويخش ديزاين ويخش عند معايا ديزاينر ومعايا بتاع الخشب وخراط بقى وخراط ونختار ولسه مصممين حاجات يعني مصريه اصلا تكلفتها كمستورده كوست عالي جدا. وجاست هي المناسبه، وانا كبراند مثلا مش هحتاج ان احط الحاجه دي في نفس المكان ومش هتقدري تعمليها طول السنه بالظبط. فلازم نوفر بدايل كمان للناس عشان تقدر تحتفل في محلاتها وفي بيوتها وفي في الكوافير وفي النادي في اي مكان الناس تقدر تحتفل. لازم يكون في بدايل. طيب قولي لي بقى السنه دي افكار كمان يعني جديده، وبداتي ايه الجديد بتاعك السنه دي؟ انا بصراحه انا ماشيه في 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 خطتين، هو خطه الاطفال لان انا بعشق الاطفال جدا. وهم على فكره فانا بحب قوي بيحتفلوا بالمناسبات وبيدوا لها طعم. ايوه بالظبط، انا بحب قوي